وفي السياق قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خلال تقديمه بيانا لمجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع في ليبيا أن كافة الأطراف الليبية تتطلع إلى العملية السلمية، مؤكدا ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات. هناك إجماع من خلال العمليات التشاورية التي عقدت في كل تلك المدن بدأت في الظهور وتبلورت من أجل أمة تتمتع بالسيادة ولديهم اعتقاد بأن الدولة يجب أن تكون لا مركزية، وكذلك لديهم اعتقاد بضرورة وجود توزيع عادل للموارد من أجل صالح كل المواطنين، وكذلك هناك رغبة في وجود مؤسسات موحدة تعمل بشفافية مع القادة الذين تم اختيارهم بناء على كفاءتهم وليس على هوياتهم، وعلى ضرورة وجود جيش وقوات أمنية بعيدة عن التدخل السياسي وتعمل بشكل شفاف ووفق قواعد محددة، بالإضافة إلى انتخابات شفافة وعادلة تقود البلاد، وأن يمر بمرحلة انتقالية لتطبيق كل هذا. لهذا فإن العمليات السياسية أصبحت مهمة للغاية.